بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكملين في كورس النحو للصف الثالث الثانوي شرحنا ووصلنا لحد المصادر النهاردة إن شاء الله هنشتغل على المصادر الصريحة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بقية الكورس هسيبه لك أسفل الفيديو ومع حل تدريبات احنا بناخد حصة او فيديو فيه شرح وفيديو فيه التدريبات على الشرح اللي احنا خدناه هناخد النهاردة ان شاء الله بمشيئة الله المصادر الصريحة طبعا احنا عندنا المصادر انواع كتيرة مصادر قياسية ومصادر سماعية ومصادر مؤولة ومصادر صناعية ومصدر ميمي كل ده هناخده ان شاء الله بس بالترتيب النهاردة ان شاء الله هنبدأ في المصادر الصريحة بداية كده يا شباب المصادر الصريحة قبل ما ناخد المصادر الصريحة في حتة كده عايزين نعرفها إن أي فعل في الدنيا بيتكون من الفعل بيتكون من حدث وزمن الفعل التام بيتكون من حدث حاجة حصلت في زمن ما يعني لو جينا لفعل مثلا زي أكل فالحدث اللي حصل اللي حصل هو الأكل في زمن الماضي لأن أكل تم وانتهى انا لما اقطع بقى جزء من الفعل ده واخد الحدث بس يبقى انا كده بتكلم عن المصدر يبقى يعني مصدر هو حدث مجرد من الزمن تاني حدث مجرد من الزمن يبقى يا شباب تعريف المصدر هو حدث مجرد من الزمن حدث لا زمن له طيب احنا المصادر عندنا على نوعين المصادر الصريحه يعني يا إما مصادر بنسميه مصادر سماعيه يا إما مصادر قياسيه. تاني يا إما مصادر سماعيه يا إما مصادر قياسيه. المصادر السماعيه ديت يا شباب اللي هي مصادر الأفعال الثلاثيه. أما آجي للفعل الثلاثي هلاقي في أمر غريب في الفعل الثلاثي. أما آجي على فعل زي خرج خرج. مصدرها هقول خروج خد بالك على وزن ايه خروج دي على وزن فعول جميل جدا طيب اما اقول ذهاب مصدرها ايه ذهاب واحد ممكن يقول لي طب انت بتجيب المصادر منين يا عم المفعول المطلق يبقى ايه خرج خروج وذهب ذهاب ذهاب على وزن فعال طيب المشكلة عندي في إيه؟ ما الفرق بين خرج وذهب؟ لما تيجي تركز في الاتنين مفيش فرق، إيه الفرق بين خرج وذهب؟ طب أنا ما قلتش ليه ما قلت خرج خروج فذهب ذهوب مثلاً أو ذهب ذهاب فخرج خراج، لا هي مصادر الأفعال الثلاثية مصادر سماعية لا يقاس عليها. آه بعض العلماء استخرجوا لنا بعض الأمثلة لبعض الأشياء ولكن هي لا يقاس عليها. أما لما أروح للمصادر القياسية وأقول لك هي مصادر الأفعال الرباعية اللي هي مكونة من أربع حروف ومصادر الأفعال الخماسية اللي هي خمس حروف ومصادر الأفعال السداسية وأقول لك إنها مصادر قياسية قياسية يعني لها قاعدة ثابتة هتحفظ ويقاس على هذه القاعدة هنبدأ بمصادر الأفعال الرباعية وحاجه اقول لك ان مصادر الافعال الرباعيه من اسمها رباعي فهي اربع اوزان هنبدا بالوزن الاول وهو اذا كان الفعل الرباعي على وزن فعللله اللي احنا بنسميه الرباعي المجرد يعني فعللله هيكون مصدره فعلله هحط يعني له تيه مربوطه في اخره زي يا شباب زي مثلا الفعل ضح رجا فمصدر دحرجة دحرجه سيطرة سيطرة زخرفة زخرفة طمأنة طمأنة طم عولمة عولمة يبقى إذا أنا زي ما أنا ماشي كده فعلالة فعلالة على طول قال لي بس لاحظ بقى حاجة إذا كان الفعل الرباعي ده مضاعف يعني مضاعف بصوا للفعل ده وس وس كأنه حرفين بيتكرروا واو سين أو إذا كانت وسوسة على وزن فعللة بنقول إن فاء الكلمة زي لامها الأولى وعين الكلمة مثل لامها الثانية أيًا كان احفظ إن الفعلين إيه؟ اللي إذا كان الفعل حرفين بيتكرروا زي وسوسة وزلزلة اللي مصدره هيبقى فعللة زي اللي فوق يا جماعة عادي أو وزن جديد اسمه فعلال يعني وسوسة هتبقى وس وسة ووس وس زلزلة زلزلة وزلزال سهلة كده يا جماعة يبقى فعللة فعللة ها وإذا كان مضاعف يطلع منها فعلال يبقى الوزن فعللة طلع منه مصدرين فعللة وفعلال عندي بقى معايا دي أول وزنين إحنا بنستقبلهم من الرباعي أهو نيجي للوزن التاني من الرباعي إذا كان الرباعي يا شباب على وزن أفعل بهمزة من فوق أهي مصدره افعال وخد بالك ان المصادر الرباعيه همزتها قطع على طول بتتكتب يعني يعني اخرج اخراج اسعد اسعاد اسلم اسلام اعرب اعراب افهم افهام اسعف اسعف مصدر وزن وانت حافظه ومشي عليه طيب قال لي اول ملاحظه بتقابلني على افعاله دي اذا كانت عين الكلمه الف يعني عين يعني الكلمه الف يعني أعانى اللي على وزن افعل العين اهي بتقابل الالف طيب ايه اللي هيحصل يعني قال لي خلي وزنه او مصدره على وزن افعل طبعا هي في ناس بتقولها افعل كمان لكن الاصح هو افعل تمام أعانى هنقول مصدرها اعانه أجابة إجابة أعاقة إعاقة أدار إدارة أضاءة إضاءة أدي المشكلة الأولى في وزن أفعال المشكلة الثانية في وزن أفعال إذا كانت لام الكلمة خلاص بقى تحفظنا لام الكلمة يعني إيه حرفها الأخير ألف قال لي حوله لهمزة زي إيه أرضى مصدرها ارضاء اهدى اهداء ارسى ارسى يبقى انا يا شباب عندي الوزن اللي هو افعل خرج منه افعال وخرج منه افعل كده احنا وصلنا من وزنين لاربع مصادر او لاربع اوزان من المصادر نيجي بعد كده للوزن الثالث يا شباب وهو الوزن فاعل مصدره هيبقى مفاعل زي ايه يا شباب زي ناقش مناقش طب مناقشه طب ما في نقاش كمان يبقى فعاله ممكن مفاعلة وممكن فعال الاثنين صح يبقى ناقشه مناقشه ومناقشه نقاش قاتل مقاتلة وإيه كمان وقتال تمام طيب هل كل الأوزان طبعا تقبل الوزنين لا عندنا هاجرة احنا بنقوله مهاجرة مثلا ما بنقولش هجار تمام كده في مشكلة كده يا شباب يبقى احنا عندنا فعالة بيطلع منها فعال ومفعل تمام نيجي بعد كده يا رجالة عندنا كمان آخر وزن عندنا في الرباعي فعالة بتضعيف العين او تضعيف وسطه. مصدر فعالة هتبقى تفعيل زي. هدد تهديد عظم تعظيم صغر تصغير كبر تكبير اجر تأجير فعالة تفعيل على طول. طيب. عندي بعد كده إذا كان الفعل آخره حرف علة زي إيه؟ فعالة يعني بس اللام ديت حرف علة فعالة ايه? واللام ديت حرف علة زي نما اللي هيبقى وزنه تفعلة يعني نمة تنمية رقة ترقية غزة تغذية تمام كده زكة تزكية يبقى احنا عندنا فعالة طلع كمان منها وزنين تفعيل وتفعيلها هذه الوزنين بتاعنا يا جماعة بتوع المصادر الايه الرباعية طيب هدي لك قصة بسيطة كده ولطيفة في نفس الوقت تحفظك مصادر الرباعية كلها في القصة اللي انا هحكيها لك دي كان يا مكان كان فيه كان فيه طالب في الثانوية العامة طبعا ازيكم انتوا شطار طبعا في سؤال الإعراب خد بالك سؤال ايه؟ الإعراب ما كانش عنده ولا إجابة صح تمام؟ أبو عرف مصيبة سودة خده دحرجه من على السل وقام في البيت كانه زلزال خد بالك وبعد مناقشه الراجل وعلاج الابن قال منها لله التربية والتعليم طبعا القصة اللطيفة دي هت... مش لطيفة طبعا في أحداث ثانية. فيها الأوزان كلها إفعال إعراب عندنا إجابة افعلة. عندنا فعلالة نحرجة وفعلال وزلزال وعندنا مفاعلة وفعال وعندنا تفعلة وتفعيل عادتهم 8 وهم دول الايه اوزان الرباعي الثمانيه طيب نكمل بقى يا شباب عندنا بالنسبه لمصادر الخماسي والسداسي طبعا احنا بناخدهم مع بعض لان قاعدتهم ثابته مع بعض او شبه بعض في بعض الامور او في معظم الامور بالنسبه للخماسي اذا كان الخماسي ده مبدوء بتاء زائده يعني تاء وبعدها أربع حروف تاء مش أصلية فيه مصدره يا شباب هو نفس وزن الفعل نفس الوزن مع ضم ما قبل الآخر يعني ما قبل الآخر يبقى مضموم إزاي يعني يعني عندنا مثلا تقاتل ده الفعل إنما التقاتل ده المصدر زي تكاثر تكاثر عندنا تخرج ده الفعل تخرج خد بالك لو مش متشكل ما تقرهاش تخرج تلوث تلوث تدحرج تدحرج يبقى تفعل لا تفعل تمام كده طيب يبقى ده الخماسي المبدو بتاع زائدة ايه طيب لو الحرف الأخير ألف اللي هو اوله تهدأ الف قال لي هتقلب ياء وهنكسر ما قبلها تناسبا لها يعني زي تعالى ارتفع يعني تعالي فنون عشان تبان تعاليا تسامى تساميا تعاطى تعاطيا تمادى تماديا كل ديت ايه؟ خماسي مبدؤ بتاء زائدة ده الحرف الاول اللي الخماسي بيبدا عليه يبقى الخماسي بيبدا خلي بالكم الخماسي يبدا بتاء زائده يا اما بألف بنسميها ألف وصل اللي هي الألف اللي علىهاش همزة طيب إذا كان بقى الفعل يا شباب خماسي أو سداسي مبدوء بألف وصل الألف الوصل اللي هي الألف اللي, اللي فوقها همزة ولا تحتها حمزة. مصدره بيبقى إزاي قال لي بنكسر أوله وثالثه أول حرف وثالث حرف ونضع ألف قبل الآخر يعني خلي بالكم بالرسم كده المصادر الخماسية والسداسية اللي مبداها بألف وصل بيبقى أولها ألف وصل وقبل الآخر ألف تانية وبعدين حرف أو حرفين زي ما هنشوف دلوقتي تمام كده بالرسم كده طيب نبدأ زي إيه مثلا زي انكسر انكسار انكسر. كسرنا أول حرف وثالث حرف وحطينا ألف قبل الآخر استمع استماع وخلي بالكم استماع خماسي من استمع مش سداسي مش بس في ناس اول ما بتلاقي است كده خلاص يهيأ لها ان هو فعل سداسي طيب زي ايه كمان زي احتل احتلال ارتد ارتداد تمام كده استغفر استغفار اطمأن ده سداسي اطمئنان يبقى يا شباب كل دي مصادر ايه ها خماسية وسداسية بنحط ألف قبل الآخر وبنكسر أول وثالثة ونضع ألف قبل الإيه؟ الآخر طيب عندنا كمان يا شباب حاجة مهمة جدا لو آخر حرف ألف تتقلب همزة زي استعلاء استعلاء ارتضى ارتضاء, ارتضاء اهتدى اهتداء, اهتداء كل دي مصادر ايه؟ سداسي او خماسي حطينا بدل الالف همزه في الاخر طيب في بقى حاجه عندي بالنسبه لوزن استفعل لو لو عندي الف زي فاكرين عانى اعانة طب لو انا قلت استعانه حولها استعانه يبقى هزود برضو ت مربوطه في الاخر زي استجابه استجابه استقال استقالة, استقاله كل ديت ايه او اوزان الخماسي وللسداسي وفي النهاية يا شباب بعد ما خلصنا المصادر نعرض لكم بقى بإذن الله الأوزان كلها كاملة هو مصادر رباعي تمن أوزان عندي فعللة زي دحرجة وفعلال زي زلزال وإفعال زي إنتاج إفعال زي إجابة عندي كمان فعال زي نقاش مفعالة زي مناقشة تفعيل تدريب وتفعيلة تربية يا ريت تكتبوا معندك عندك كده بنفس الترتيب عشان تحفظه. مصادر الخماسي هي بتبدأ بت هي بألف وصل ثلاثة أولهم ت زي تفاعل تدحرج تفاعل تفاؤل وخلي بالك تفاؤل دي لو جبنا الفعل منها هنكتب الهمزة على السطر تفاءل وتفاعل زي تخرج وتلوث والحاجات ديت والألف الوصل زي انفعال انكسار افتعال احتلال افعال احمرار مصادر السداسي أهمهم الثلاثة دول استفعال استقبال استفعل استجابة وافعلال اللي هي اطمئنان يا رب نكون استفدنا بالفيديو بمشيئة المولى عز وجل الفيديو القادم هيكون على حل المصادر الرباعية والخماسية والسداسية ما تنسوش احنا مخلصناش المصادر لسه في مصادر صناعية ومصدر ميمي ومصدر مؤول بإذن الله كملهم وأنا معاكم بإذن الله واللي تحتاجوه وأي حد عنده استفسار عن أي شيء يكتب لنا في التعليقات أسفل الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته